للعيشة قال لها حيت صاحبة ماما لالا زينب. علاش كيهضر لنا على هادي؟ علاش كيمشي يهضر لنا على عاشور؟ علاش كيمشي يهضر لنا على الفقيه؟ علاش هضر لنا على بنت لالا رحمه زينب ملي تجلات؟ علاش كيهضر لنا في مواضيع اخرى؟ علاش ما ركزش معانا على الشخصيه ديالو؟ هادي اول حاجه. ثاني سؤال اللي كيتبادر ديه ملي كتقولوا السيره الذاتيه، حنا شنو تنعرفوا على السيره الذاتيه؟ هو شي واحد غيكتب لينا مثلا على راسو ملي تزاد، كيفاش عاش، كيفاش تربى، تكبر اخرى. ولكن واش هذا الشيء طرا في لا بواطا ميغفي؟ هذا الشيء ما طراش في لا بواطا ميغفي، لان في لا بواطا ميغفي احمد الصفريوي كيهضر على اون بيريود اللي هي صغيره من حياة، ماشي صغيره ولكن هي واحد البيريود اللي هي فاش كانت عنده 6 سنين، وفاش كانت عنده 6 سنين وكيهضر لينا على بالضبط 3 سيزون اللي دازو، اللي تنعتقد كاين لوتون، كاين لو برانتون، وكاين ليفير. هاد الثلاثه ديال الفصول اللي هضر عليهم في القصه ديالو بالضبط. الا كنت غلط يمكن لكم تصحوني في التعليقات اللي يمكن نزيدوهم تحت من اليوتيوب ويمكن نناقشوهم، حنا ما عندنا حتى شي مشكل، لان دابا انا كنهضر معاكم كنهضر شنو كاين في دماغي، ما داير حدايا حتى شي سيبور ولا شي حاجه كنعتمد عليه، يعني كنحاول نجبد كاع داكشي اللي في عقلي باش نكون انا وياكم على نفس الخط وعلى نفس النهج. مادام قلنا غندير واحد العصف ذهني، حتى انا معاكم غندير واحد العصف ذهني، كاع داكشي اللي في راسي غنحاول نجبدو في هذه المقدمه اللي غادي نديرو، ومن بعد ان شاء الله نكملوا الشرح ديالنا بطريقه معمقه واعتمادا على الدروس اللي كاينه في البلوغ ولا اللي كاينه في لاباج ديال الفيسبوك. قلنا لو رومون اوتوبيوغرافي احمد الصفريوي كيهضر غير على ثلاثه ديال الفصول، يعني ثلاثه الفصول كنقولوا يعني 9 شهور من حياته. واش هذه نسميوها سيره ذاتيه؟ واش هذه ماشي قصيره بزاف؟ نقول لكم واحد الحاجه على لوتوبيوغرافي. لوتوبيوغرافي اي لو ريسي دو سكي سي باسي دون فوتر في، كيما بغى يكون المده، فهمتي؟ يعني دابا انت في السيزيام شحال تكون عندك 15 عام، الا كتبتي لي على السانكيام ديالك فهذه غنعتبروها اين اوتوبيوغرافي. اكثر من هذا الشيء، الى اليوم النهار الفلان الفلاني، الى كتبتي لي غير شنو طرا لك البارح، كتبتي لي في قصه، غنعتبروها اوتوبيوغرافي. لامبورطون في الاوتوبيوغرافي انك كتهضر على شي حاجه اللي دازت في حياتك، وهذه القضيه اللي كنقول لكم ديال اللي دازت في حياتك حتى هي ديروا عليها جوج ديال السطوره وعقلوا عليها مزيان، لان غنعاودوا نهضروا عليها في واحد الحاجه اخرى. نرجعوا للاوتوبيوغرافي. قلنا الاوتوبيوغرافي اكريغ سوا ميم سا بروب. واش اي واحد كتب لنا شي حاجه نقدروا نقولوا عليها اوتوبيوغرافي؟ لا، اي حاجه كتخضع لواحد اللوا، لواحد القوانين، لواحد المعايير اللي كيخلينا نعتبروها واش اوتوبيوغرافي ولا ماشي اوتوبيوغرافي. شنو هما القوانين ديال الاوتوبيوغرافي اللي خصها تحترم؟ اول حاجه خصها تحترم في الاوتوبيوغرافي هي واحد كيفاش غنقولوا، هو واحد الحوايج اللي هما مساويين مع بعضياتهم. شنو هما الحوايج اللي هما؟ لوجو خصو يكون ايغال لو ناراتور، ايغال لوتور، ايغال لو بيرسوناج برينسيبال. لو جو ايغال لو ناراتور، ايغال لوتور، ايغال لو بيرسوناج برينسيبال. شنو كتعني هنا؟ كتعني انك كتقرا لا بواطا ميرفي، ملي كتسمع جو عرف ان الكاتب اللي كيهضر معاك. ملي كيكون شي واحد تيحكي لك القصه واخا تيكون تيهضر على شي واحد اخر، هذاك اللي تيحكي لك القصه سي لوتور. البطل ديال القصه هو لوتور، يعني ديما كيرجع هذا الشيء. اذا تختلات غير حاجه من هادو ما كتبقاش اوتوبيوغرافي. وهاد علاش قلت لكم راه لي رومون كاين بيناتهم شي حوايج مشتركه، هاد الحاجه هي اللي غتخليكم تفهموا وتقولوا علاش. حيت با مال دو جون ملي كيجيو لو ديرني جور دان كونداني امور كيقولوا عليها حتى هي اوتوبيوغرافي، و تيقولوا على فيكتور ايغو انه سيتي لو بيرسوناج برينسيبال وانه هو اللي طاري ليه داكشي. با مال دو جون سي فو فيريفيي فو زالي تروفي كو با مال دو جون يديز كو سي فيكتور ايغو بارابور ا سون رومون لو ديرني جور دان كونداني امور عنده لي ميم كاركتيريستيك كو لا بواط ا ميرفي. علاش ما نقولوش عليه اوتوبيوغرافي؟ ولكن هذه القاعده اللي كتقول لنا لا. علاش؟ لان في هذه القاعده هذه اللي هي من اساسيات الاوتوبيوغرافي تهرسات في لو ديرني جور دان كونداني امور، وهذا هو اللي خلانا ما نقولوش عليها اوتوبيوغرافي. وهذا غنرجعوا ليه ان شاء الله في درس قادم فاش غادي نكونوا تنهضروا بلو بريسيزيمون على لو ديرني جور دان كونداني. ياك دابا حنا مازال في لو جونغ ديال لا بواطا ميرفي، قلنا عليه اول حاجه هو اوتوبيوغرافي ياك، ومن بعد قلت لكم راه كاينه واحد ديتنوغرافي راه كاينه في الاخر ديال لو ليفغ. با مال دو فوا فو فيت با اتونسيون، غتقول لي حيت يلاه بدينا العام مازال ما وصلناش لاخر صفحه. تنتمنى انكم توصلوا ليها في اسرع وقت ممكن، لان راه دابا ما بقى والو ياك. دونك قلنا اكري سوا من سا بروبر في، قلنا ان لوتوبيوغرافي كتطبق
تطبق عليها واحد الخاصيات. اول خاصيه مهمه كتطبق عليها هي لو جو ايغال لو ناراتور ايغال لوتور ايغال لو بيرسوناج برينسيبال. انا كتساوي ناراتور اللي هو كيحكي لنا القصه، كتساوي لوتور اللي هو الكاتب ديال القصه، وكتساوي لو بيرسوناج برينسيبال اللي كنقولوا ليه البطل او لا الشخصيه الرئيسيه. الخاصيه الثانيه اللي خص لوتوبيوغرافي تحترمها وتحترموها حتى نتوما في الفهم ديال لوتوبيوغرافي، هي